ومن مسائل الصوم أن المسلم عليه متى ما سمع النداء لصلاة الفجر عليه أن يمسك عن الأكل والشرب. البعض من الناس يتوهمون ويقولون إن للإنسان أن يأكل إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، بل إذا فرغ جميع المؤذنين من الأذان، وهذا خطأ. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن ثم فإن على المسلم إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن ينادي، وكان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت، لأن بعض من المؤذنين ونحن نسمعهم في مثل هذه الأيام يؤذنون قبل دخول الوقت بخمس دقائق أو بعشر دقائق، ويقولون هذا احتياط، بل نقول هذا تنطع وتشدد وحرمان للمسلمين. لما؟ لأن البعض من الناس قد ينام وتأخذه نومة، ثم لا يفرق إلا قبيل الفجر بخمس دقائق أو بعشر دقائق، فإذا سمع المؤذن ظن أن هذا المؤذن يؤذن في الوقت، فحرم هذا الرجل، حرمه من السحور، وربما حرمه من قيام من شيء من الليل، فهذه جناية، جناية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: قال أمناء الناس على سحورهم وعلى صلاتهم المؤذنون. فليتقي كل مؤذن ربه فيما يفعله، فلا يؤذن قبل دخول الوقت، لا تؤذن إلا إذا دخل الوقت. أما الاحتياطات التي تراها فإن هذا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فإن على المسلم أن يمسك عن الأكل وعن الشرب وعن سائر المفطرات.